وبطل من أبطال الحق رجال الجيش العربي السوري، جريح برتبة الشرف. إنه النقيب علي محسن علي الذي لم تمنعه إصابته خلال مواجهات التنظيمات الإرهابية وبتر ساقه الأيسر واستبدالها بطرف صناعي من إطلاق مبادرة مسير فردي من قريته بشنين في ريف مصياف بمحافظة حماة وصولاً إلى دمشق قاطعاً مسافة تقدر ب 240 كيلومتر، ويكرم من سيدة الياسمين. هو أيضاً من تقدم لنيل شهادة الثانوية العامة ليتفوق، وهو حالياً يدرس في كلية العلوم السياسية. الجريح برتبة شرف، النقيب البطل، لم يتوقف هنا. هو الآن يعمل على مشروع لخدمة الصالح العام بزرع أحد الجبال المحروقة لوحده وبساق واحدة. أكثر من 70 يوماً قضاها في الجبال ليغرس في الأرض المحروقة 4000 غرسة من الصنوبر الثمري، ليقول: أنا يد السوري ستبقى تزرع الخير في أرضنا الحبيبة. النقيب البطل علي محسن علي، ضيف صباحنا غير.